صورة الحج، وهي لم تسمى إلا بهذا الاسم والذي اشتهرت به صورة الحج. لماذا هذه التسمية؟ لأنه في هذه الصورة ذكر مناسك الحج ومشاعره. مناسك الحج ومشاعر الحج تجدها في هذه الصورة. وهذه الصورة إخوتي فيها شيء من الملاحظات وفيها شيء من الميزات. هذه الصورة جزء منها نزل في مكة وجزء نزل بالمدينة، إذن هي صورة مكية إلا 5 آيات. أيضا بعض آيات هذه الصورة نزلت ليلا وبعضها نزل نهارا، بعضها نزل حضرا وبعضها نزل سفرا. وهي الصورة الوحيدة التي أخذت اسم ركن من أركان الإسلام. لا تجد صورة الصلاة ولا الزكاة ولا رمضان الصوم، هي الصورة الوحيدة التي أخذت اسم ركن من أركان الإسلام والحج. وهذه الصورة فيها سجدتان كما تعلم، إذا فيها بعض الميزة. هذه الصورة بدأت كما تعلمون بدعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وفي نهايتها تحدث الرب جل وعز عن معالم التقوى والمتمثل بالصلاة والزكاة والمجاهدة وما إلى ذلك. إذا تجد أن البداية كانت أمر بالتقوى وفي النهاية تحدث عن معالم التقوى، لكن المحور الأساس أو العنوان العام لهذه الصورة إن أنت شرعت بقراءتها تأخذ عنوان أثر الحج في بناء الأمة. حينما تقرأ قراءة متأنية في هذه الصورة تصل إلى نتيجة أثر الحج في بناء هذه الأمة. ترى ما الوقفات السريعة التي نأخذها مع صورة الحج؟ الوقفة الأولى كما تلاحظون دعوة لأن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ثم تحدث الله عز وجل عن موقف الناس من هذه الدعوة. أمرك بالدعوة، أمرك بالتقوى، أي موقف سجل؟ فالرب جل وعز تحدث عن أصناف الناس في تعاملهم مع هذا الأمر. ثم نجد في بعض هذه الآيات الحديث عن إثبات ملكوت الرب جل وعز وأنه الخالق سبحانه وتعالى، فيأتي بأدلة عقلية على ملكوت الرب، وهي خطاب للملحدين إن صح العبارة. ثم بعد ذلك وهنا يدخل الله سبحانه وتعالى في حديث عن الحج، تحدث أولا عن بناء بيت الله الحرام، عن بناء بيت الله الحرام، ثم تحدث الله عز وجل عن فروض الحج وعن آدابه وعن مشروعيته، فتحدث بهذه الصورة التفصيلية في صورة الحج. ثم تجد في ثناياه بعد ذلك ذلك الربط بين ما كان من مناسك تؤديها في الحج وبين أمور متعلقة بالآخرة، كأن ربط بين الحج وبين الناس حينما يحشرون يوم القيامة. فهي صورة مشابهة، الناس يجتمعون في مكان واحد في صعيد واحد وبلباس واحد، لا تجد بينهم ذلك التمايز وذلك التفرق، يجتمعون بألوانهم وأشكالهم. الصورة نفسها حينما يحشر الناس بعرصات يوم القيامة، أيضا قدم صورة حينما يبعث الناس من قبورهم، قدمها صورة حينما يعود الناس من عرفة وهم متعبون وقد ناموا في مزدلفة، ثم يستيقظون مع صلاة الفجر كأنه ذلك الانبعاث من القبور حينما يبعث الناس ويخرجون من الأجداد. إذن صورة الحج إجمالا كما قلت هي تتحدث عن مناسك الحج، وكما قلت أن لها ميزات لا تجدها في بقية الصور، ويكفي أننا نعرف أنها مكية إلا 5 آيات هي مدنية نزلت بعد الهجرة.